استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أمس وفداً برلمانياً تركياً يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير فؤاد أوكتاي، حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وسبل توسيعه في مجالات أخرى. كما أكد الوزير زيتوني على توسيع العلاقات التجارية بين البلدين إلى علاقات استثمارية في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائد البلدين. عاين وزير الري طه دربال عدة محطات التصفية ببلدية جالما بهدف إعادة تأهيلها وتجهيزها بنظام المعالجة الثلاثية. كما قام الوزير بوضع حيز الخدمة لخزان مائي بسعة 5000 متر مكعب لتزويد القطب الحضري حجر منجوب بالمياه ببلدية بالخير، فضلا عن إطلاق عدة مشاريع بالمنطقة. وخلال زيارته التفقدية كشف دربال بأن ولاية جالما قد استفادت من غلاف مالي قدر بواحد مليار دينار جزائري قصد تجسيد خطة القطاع القاضية بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة وتماشيا والبرنامج الوطني لتدعيم ورفع من قدرات التصفية للمحطات. ولاية جالما التي تحتاج إلى كميات إضافية من أجل سد العجز الناتج عن التغيرات المناخية، حيث تعتبر المياه الغير تقليدية مصادر مياه وحلول نوعية أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة هذا الشح. هنا يعني لاحظنا زرنا عدة مشاريع، أعطينا أوامر بانطلاق مشاريع وكذلك وضع حيز خدمة مشاريع تترجم سياسة الدولة في التكفل بانشغالات المواطنين والوصول إلى أقصى نقاط في الولاية وأقصى نقاط في الوطن من أجل تكفل أمثل بكل المواطنين، من أجل تقديم خدمة عمومية يرضى عليها المواطن وتكون استجابة إلى توجيهات وأوامر السيد رئيس الجمهورية. شكرا. أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب على مراسم تسليم أولى بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا بمركز الشخصنة ببن عكنون بالعاصمة. ويشار أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا. تحصلت شركة هواوي الجزائر للاتصالات للمرة الرابعة على التوالي على شهادة أحسن صاحب عمل في الجزائر لسنة 2023، وذلك من طرف معهد أحسن أرباب العمل حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة. وأضاف البيان أن المعهد يصادق على الشركات الملتزمة بتوفير أفضل بيئة عمل ممكنة لموظفيها من خلال ممارسات الموارد البشرية المبتكرة التي تضع المورد البشري في المقام الأول، وذلك بناء على مشاركتها ونتائجها في استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية. وبالمناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الجزائر إيزوني أن هذا التتويج سيساعد على ترسيخ سمعة هواوي كصاحب عمل مفضل في الجزائر. وعبر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الجزائر عن التزامه بوضع الأشخاص في قلب استراتيجية الشركة ودعم فرقها في تحقيق إمكان ناتهم الكاملة. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببغلية بولاية بومرداس من الإطاحة بجماعة مختصة في سرقة المنازل بعدما تم تقديم الشكوى من طرف صاحب المنزل ببلدية بغلية بخصوص تعرض منزله للسطو من طرف مجهولين وسرقة مجوهرات بقيمة 80 مليون سنتيم، وعليه تم إلقاء القبض على مشتبه فيهم واسترجاع المسروقات مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الممتلكات عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببغلية من الإطاحة بجماعة مختصة في سرقة المنازل
تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها صاحب المنزل ببلدية بغلية بخصوص تعرض منزله للسطو من طرف مجهولين وسرقة مجوهرات بقيمة 80 مليون سنتيم. على إثر ذلك باشرت الفرقة الإقليمية المختصة التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم ووضع خطة محكمة من أجل توقيفهم. تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما، وبعد التحقيق معهما تم التوصل إلى الشخص الثالث وتوقيفه واسترجاع المسروقات. تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.